الله يخليكي، بدي سي دي في كل المعلومات، ما بدي صور هيك هيك، بدي صور غير شكل. ايه وبعد شغلي بليز بتقولي لكل البنات اللي قدموا، اذا وحده قررت تنسحب بيروح عليها الرعبون، واذا كفت وتوفقت بتدفع كل المبلغ قبل ما نمضي انا وياها الكونترا. اوكي شكرا لك. سوري مدام ريم اخرناكي، اسم الله عليكي كل مره احلى من مره. الله يسلمك. اي حلا، راحت علينا كبرنا. فشر اللي بيقول هيك، بعدك صغيره وحلوه. بتحبي نبلش؟ اوكي تفضل. زين شو تبغون يا رمسكم؟ ابو العيال ولا موظفين في الشركه؟ على راحتك يا ابوي. الشغل شغل، نحن عصاك اللي ما تعصاك. انت شو تكتبين؟ ادون كل شيء عشان ما انسى شيء. شوفوا مثل ما قال منصور، الشغل شغل، من اليوم وساير، اللي بيشتغل صح بيتكافى واللي بيشتغل غلط بيتجازى. ليش يا ابوي؟ احنا شو قصرنا؟ انا هذه الرمسه ما دانيها، ابوي وامي في البيت، اهنا شغل. حاضر يا ابو منصور. عيال اسمعوني، انا ابغي ارتاح، بسلمك انت يا منصور العقارات، وانت يا هزاع بسلمك الاستثمارات الخارجيه، وانت يا خالد بتكون المدير التنفيذي للشركه. انت ليش ما تكتبين؟ لا حفظتهم وعقب بدون. ايش هو البلشة هذه؟ خلاص انتهى الاجتماع، يلا تفضلوا. هزاع انت ليش ابغيك؟ ان شاء الله يا ابوي، ان شاء الله ابو منصور. وانا يا ابو منصور اروح ولا تم؟ لا انت سيري دوني، هذا اللي كاتب لنا فراسك. تعرف ليش اعطيتك الاستثمارات الخارجيه؟ لا يا ابوي. ابغي انفيك. ليش؟ عشان ما تتم لاصق في السكرتيره. انت ما تخيل، ما تستحي، كل ما يبنى سكرتيره قمت تتلصق فيها لين تطيرها. انا؟ هي انت، هاي روحها هبله ما تجمع. شوف اذا تبغي تعرس انا ما عندي مانع. اثرك كنت مكشوف. شو مدام ريم عجبك؟ بصراحة النوعية اللي تستخدمونها الكرياتين ممتازة. نعيما. الله ينعم عليك. انزين حبيبتي باكر نفس الموعد؟ بتعرفي أحسن ما يصير فينا مثل اليوم؟ تعي ساعة البدك وأنا بمرقك. مشكورة ما قصرتي. أهلا وسهلا. يلا باي باي. يلا حبيبتي باي. السلام عليكم مروان. عليكم السلام. تأخرت خوي خلف. يا اخوي لازم اتاخر، انتوا التجار بعد تختارون اماكن ما ادري كيف، نص ساعه ادور ادور موقف. انت لو تجينا القهوه الشعبيه تعال صف وين ما تبغى، ان شاء الله على الطاولات. يا اخوي هذا حق الطبقي انا ما داني. طبقي ولا طبخك؟ انا ترى مو فاهم الجمله، بس اتغشمر انكت يعني. اعطينا اثنين شاي خضر. ما ابغى شاي خضر. يا لا اطلب اللي تبغي. ابغى شاي خضر. تو جرين تي. مروان. ابو منصور. مروان. ها شو ها ملاك الطالع لبني، فصلت تفصيل يا ابو. انا هي خلف، انا افكر اعرس. عرس شو المشكله؟ انت ما شاء الله ريال مقتدر وما عليك قاصر. والعيال؟ العيال بلاهم العيال. العيال انت ما شاء الله عليك مأمن مستقبلهم من زمان. هي بس انا ما اقدر اتزوج زواج تقليدي. زواج تقليدي كيف يعني؟ ما فهمت.
أبغى أتزوج زواج مسيار. خلص أنتوا التجار ساعات عليكم وعليكم حركات عجيبة الصراحة يعني. شوف أنا ما بسألك عن الأسباب، حتى لو سألتني ما بجاوبك. زين اصبر علي أبو منصور، خلنا أكمل بارك الله فيك. شو رأيك اللي يدلك على الدرب يسهل عليك كل هالأمور؟ بالله عليك. عفو عليك يا أبو منصور، أنت صديق الطفولة رغم البعد الشاسع في مستوى الدخل اللي بيني وبينك. ردينا. لا لا يا أخوي ما في حق طبقي، بارك الله فيك، الله يزيدك من نعيمه، خيرك واصلني يا أبو منصور. يا أخوي أنت طلعت على الموضوع. لا لا ما طلعت على الموضوع ولا شيء. اسمع شوف. أوكي أوكي أول دانكي يا ود، هذه حرمة بسوي لك كل اللي تباه. أنا ترى يا أبو منصور كان عندي نفس المشروع بارك الله فيك، لكن نحن أصحاب الدخل المحدود حظنا آثر مقرودين دروبي يا أخوي. أنا ما أبغي حد يدري بي. أنا نسيت الموضوع ولك علي أني ما أخبر حد مول. سري للغاية، مكتب الوفاق. السلام عليكم. أهلين وسهلين. أهلين، بش بقدر أخدمك؟ المدام هند؟ لا المدام هند جوا، بدك تشوفها؟ إيه والله إذا ممكن. إيه ليش لا؟ تفضل 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 استريح. أهلا وسهلا. يا أهلين وسهلا. هند هند في زبون برا بدي يشوفك. إيه ليكي خلي فوت دغري. إيه بس تعي تعي هلا أنا بس أطلب منك ألبوم الصور. إيه تجيبي لي البنات الواو هول العاديات. ايوه يلا فهمت عليك. يلا تفضل، مدام هند عم تستناك. لا رجل الاعمال المعروف استاذ مروان الكبريت بمكتبي. يا اهلا وسهلا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا، شو بتحب تشرب استاذ؟ اي شيء على ذوقك. بصراحه صدق انها هي غاليه بس شغلها حلو ما شاء الله عليك. تصدقين انت نص ميزانيتك حق الصوالين وحق مراكز التجميل. تصدقين عاد اللي يشوفك يعطيك مال 30 سنه. يلا عاد عن الحسد، انا توني بعدني صغيره. 30 قالت؟ ما شاء الله عليك، ايش حق طالعين عمرك في الجامعة؟ قلنا لك حلوة جمال ودلال وكل شيء. ايه ان شاء الله عاجبين. بس ما ابغي حد يعرف. ولو يا استاذ مروان هيدي اسرار الناس، واذا بدك موضوعنا سري للغاية، بس بدي اكون صريحة معك. احب الصراحة انا، ما عندي ولا وحدة تناسبك. أفا ليش؟ أنت شفت الصور، بدي شوف لك وحدة تليق بمكانتك. هذه وايد مهمة وما أبغيها صغيرة، تدري أنت الصغار يتدلعن، تعال شيبتي وسل شيبتي يعني. فشر اللي بيحكي عنك هيك، اللي بيشوفك ما بيعطيك أكتر من 30 سنة. وايد صغرتيني. طيب 35. واحد كبرتيني. البركة في الرياضة. مبين عليك أنك رياضي. زمان كنت أشل حديد. بيننا تواصل. شو بيننا تواصل؟ تمرق لعندي بكره بنفس الموعد بتلاقي طلبك. انت متزوجه؟ ايه مجوز الحمد لله. بس موضوعنا سري. سري ولا الغاية؟ ليك شو خبرياتها؟ دخيلك ما تجيبي لي سيرتها. شيخة سالم جوزتها جايزه ما بتحلم فيها بحياتها، واخذها شهر عسل على فرنسا. حذري شو جايبت لي معها. تفضلي. ومبسوطه فيها، اللي بشوفها بيفكرها جايبه ذهب. رح روح كبها بش زباله. حذري من اجى لعندي امبارح رجل الاعمال المعروف استاذ مروان الكبريت. اسمعي
بده يتجوز مسيار. أقول هند، ليش هو مو متزوج؟ ما بعرف، ما سألته، بس اوعى تجيبي سيري لحدا، أنا وعدته ما بيطلع هالحكي أبدا من هون. بليز. أكيد. ريم، أنت مجوز شي؟ شو صار ويا هند؟ شو قالت لك؟ والله قالت بتشوف المزون وبترد عليها خبر. زين، قم نسوي رياضة أنا وأنت. يا ربي يا أبو منصور، واحد يسوي رياضة هالأيام؟ شو عندك؟ يا أخو زين يا ريال، قم 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 شو هند، كيف ما ترمسين؟ أصلاً كل الزباين اللي في الصالون عرفوا أن مروان الشبريت بيتزوج بالسر. تصدقين عاد؟ أنتي دخلتي الفكرة في راسي، وبصراحة أنا حبيتها، وإذا يبيني حسب شروطي كان بها. أوك كريم، شروطك كلها رح أعرض عليه، بس ما أنك ملاحظة أنك مصعبتيها شوي؟ هيدا منو حيلا زلمة، ألف وحدة بتتمنيه؟ معقول يا عمي؟ بتعرفيني أنا ما بحكي أبداً، ولا حتى صورة. طيب أوكي، باي. أجيبة يعني أجيبة لو كان تحت الحراسة. زين، والله لي براسك. أهلا أهلا أستاذ مروان. شرفتنا أستاذ. تفضل تفضل أستاذ مروان. شو بتحب تشرب؟ أنا ما أبغي أشرب، أبغي أسمع. أبوي شكله ناوي على سفري بسرعة. هزاع، هذه استثمارات خارجية ولازم حد يتابعها، ولا تبغى غيرنا يتابعها؟ أقنعتني الصراحة. خلاص عطني باقي الأوراق المهمة، ووقت ما تخلصون إجراءات الموظفين خبرني. تفضل. ما بدي حدا يشوف صورته ولا يعرف اسمه إلا يوم كتب الكتاب. ول هذه شروطها صعبة، أكيد ما بحلوة. والله يا أستاذ مروان إنها بتاخد العقل، كتير حلوة. زين يمكن عورة؟ عم بقلك حلوة. يمكن عندها مشاكل مطلوبة للشرطة؟ بدي أزعل منك أستاذ مروان. عيل، شو هالشروط الصعبة؟ بس في شي حلو. شو؟ ما بدها مهر، ومتكفلة بكل شي، قبليني بكل شروطك، بس في طلب صغير بعد. ايه، بدها اياك تعمل لها حفلة مرتبة. هاي مقدور عليها، بس أبغي أشوفها. ما بدها. عيل طبيها، أنا بعد ما بدي. شوفي لوحدة ثانية. طيب أوكي، منشوف. شوف أنا وياك، شوف هيدي بتعجبك؟ هاي براطم كبار. طيب رح فرجيك هيدي. لا غيرها غيرها. هاي أستيز، هذه زينة، شوفيها وبيش باكر إن شاء الله. أقول هند، أنا ما أقدر أسير ويا عليك، شو رايك تلاقي في مكان غير هذا المكان؟ خلص أنا بس لقي لك طلبك، بتصل فيكم نتلاقى برا. عيال أوكي. تكرم أستاذ. هو الخسران يا هند، إذا ما التزم بشروطي بلا الموضوع. لا الغالية، لا تدوري لي غيره. طيب أوكي. شو هاي مجنوني؟ شو رأيك في اللي قلته؟ والله غريبة. أنا أقول طبها، أنت ما تقول إن هند شافت لك وحدة ثانية؟ هي بس هند تقول حلوة ونفس المواصفات اللي أباها. مروان أنت شو سلفتك؟ مرة تقول حق هند طبيه، ومرة تخبر عنها. يا أخوي اللي خلقها ترى خلق غيرها، بارك الله فيك. البنت هاي أنت ما تعرفها، سامع عنها، وصدقني هي ما اشترطت هالشروط إلا وراها أسباب.
شو تعتقد أسبابها يعني؟ قال مي أحد قبل عيني تشوفك والتقيك أشكتك يا خيال في خيالي. فضول، قاتل الله الفضول، بني آدم ما يذبح إلا الفضول. مروان حدد موقفك يا أخي، تباها ولا ما تباها؟ يا أخو يا باها، بس شروطها صعبة يعني. خلاص ارضى بشروطها. الو عم منصور، لا ما بتعشى في البيت اليوم، عندي اجتماع ما في الشركة. يلا باي. الو. ايه استاذ مروان، لا انا لحالي هون بالسنو كلهم فلوا. ايه بدي بشرك بشارك، هيدي البنت اللي شفت صورتها خبرتها عنك ووافقت وقال بدها تشوفك. اطبها. اسمعي، شوفي لي الحلوه الاوليه اللي عندها شروط وايد. قصدك ريوم؟ هيدي وحده معقده، خلص قصتها انتهت. شو حبيتها؟ طيب استاذ مروان، تجي بكره لعندي على المكتب وبنحكي بكل التفاصيل. اهلا وسهلا فيك. شو هالزلمه هيدا؟ رح يطير لي راسي. تفضل. السلام عليكم ابوي. هاي الاوراق كلها تبغي توقيع؟ ترى ابوي هالايام ما نشوفك وايد. زين شخانتكم عين ابوي، بس في امور لازم نرجع لك فيها. الو، خليك وياي شوي. ايه منصور، جل اوراقك وعطني مقفاك. شوفي يا ابوي، هذه كان رواقه. قل له اوراق. ان شاء الله ابوي ان شاء الله. سك الباب وراك. ان شاء الله ابوي. هلا، ما كلمتيها؟ الحين بتيجي الصالون؟ إنزين أنا عندي فكرة، شو رأيش أنا أشوفها وهي طالعة من الصالون بدون ما تدري؟ أوكي أنا جاي. يلا يلا. إيه زبطي لي هون شوي. إيه هون خفيف. أوكي شيرين، خلاص شكرا، يلا روح شوف الشغل. إنزين هند، شو قال لك؟ قال لي انه بده اياك. والله اذا يباني يوافق على شروطي، واذا وافق ما عندي مانع. طيب ما في يشوفك من بعيد لبعيد؟ لما نتزوج بيشبع شوف. كيف هيدي؟ رح يشوفك لحظة اللي بتكتبوا كتاب، ما في مأذون وفي شهود. ما رح تزبط. رح تضبط، لا تحاتيني يا هند. انت المهم خلي يحجز اليخت وانا اروح قبل اكون هناك جاهزة، وخلي يجيب مليك ويا واثنين شهود، وبعدين تصير الحفلة هناك. حلو، بس انت على اساس ما بدك معازيم؟ بعدين المأذون والشهود خلصوا، وين بيروحوا؟ يو انت ما قلت انه مليونير؟ خلاص خلي يحجز لهم طراد ورجعوا للبلاد. واسمعي، اذا مروان الشبريت بيعطيك انا بعطيك دبل. يا حبيبة قلبي تسلمي لي انت، انا شو بدي انا غير اني اشوفك مبسوطة ومهنية؟ حياتي انت. يلا حبيبتي انا السيده. لوين خليكي، عايزتك بموضوع، بس خليني تلفن لزبوني. اوكي يلا. الو. ايه مروه وينك، تاخرتي كتير. مروه منو بعدها؟ مروه هي هند.
أنا قدام الصالون. الحين بتطلع؟ بترياها بترياها. يلا يلا. يلا حبيبتي. تامرين على شيء؟ أنا استأذن. كان بديك بموضوع بس خلص خلينا بعدين. أي أنا باكش في موضوع. قولي له خليه يحجز اليخت ويسلمك إياه وتعطيني إياه. يعني عندي ترتيبات معينة بأسويها. تكرم عيونك وألف مبروك. الله يبارك فيك حياتي أنت. حبيبتي. ألو طلعت. شفتها مثل ما قلتي جميلة وحلوة وغاوية بس ما كانت صغيرة. لا استاذ مروان هي مانا صغيرة ابدا بس معتني بحالها منيح. بروح لها عندي على المكتب عشية لحتى نحكي بكل التفاصيل. يا اخوي هذا انا اللي ما مستوعب انه يا اخت. لا لشود المليت يردون في الطراق. هاي هاي السالفة. يعني انا هو الشاهد الثاني والمليت بتردون في الطراق. لحظة شيء. الو ايه انا طالع. يلا مع السلامة. الشاهد والمليت وصلوا. وصلوا الشاهد الثاني وصل هناك؟ ايه زعي اتصل بهند وخبرها. ناديك مروان التهاني يلا عسى ايامك هنية. 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 انتوا ما قلت ابو العرس سكاتي؟ حفله حفله ما شاء الله. يا فرقه المزيود ما شاء الله. شو عندك؟ شنو لا غلطنا في العنوان. اي غلط اي عنوان. صابر مو بهذا اليخت اللي انتم اجرنا بلا هو اي ما غلط. تعال تعال كيف الحال؟ الله يبارك فيك. بخير خير بالبركة. الله يبارك لك الشباب. الله يبارك فيك. انت ما بغيت لا تعرس اللي هني؟ هي على البحر زين. زين ها؟ الحمد لله. وصلوا وصلوا. طلعي لهم وخبريهم مثل ما خبرتك بالضبط. يا جماعة لحظة لا حد يركب اليخت. العروس تبال معرس ثواني بتكلمه وعقب تعالوا. لحظة يا جماعة المليش لازم يطلع وياي. ما في داعي للمليش. ترى نحن مالكين من زمان. أفا عليك بس يا أبو منصور. يا
أم منصور؟ هي نعم، بشحمها ولحمها أم منصور. البحر وراك والعروس قدامك، يا تغرق يا العروس. وابوي دوار البحر. وبسم الله عليك من الدوار يا ربي. تحرك تحرك.